بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في قناة وزارة التعليم المعلوماتية، قناتكم التي سوف أجاوب كما قلت عن كل الأسئلة المتكررة. من بين أسئلة هذا السؤال: كيف نقوم بتغيير إعدادات مودم تي بي لينك أو دي لينك أو أي مودم بالهاتف مباشرة بدون استعمال الحاسوب مثل ما فعلت في فيديوهاتي السابقة؟ الأول سوف نبحث عن ما هو الواي فاي الخاص بنا، ثم نذهب الواي فاي كما ترون هو مشبك، نذهب إلى جوجل كروم. استعمل جوجل كروم في الهاتف، تدخل على الادرس اي بي 192.168.1.1 او 0.1 على حسب المودم. في خلف المودم سوف تجد هذه العبارة 192، دائما تبدأ 192.168.0.1 كما تريد، يعني تجدها خلف المودم. ثم تدخل هنا الى الصفحة الرئيسية، مثلا هذا مودم دي لينك، ادمين، انا مخليها ادمين، كذلك تجدها خلف في تي كي اكا صغير، تشوف ما هي الاعدادات بسرعة. سوف نعطيكم اعدادات بسرعة، ثم تذهب الى ويرلاس مثلها مثل الكمبيوتر بنفس الطريقة، عفوا ويرلاس نفس الطريقة. اذا سوف تجدون الرابط كذلك اسفل الفيديو لمن يريد الطريقة، وتذهب الى ويرلاس سيكوريتي. لا تسوي الاشتراك اخواتي، والضغط على اللايك والجرس من فضلك. سيكوريتي، تذهب الى بريشر كي. اذا لم تكن تعرف هذا الباسورد تريد ان تعرفه فقط، هناك طريقة وضعتها في الفيديو السابق لهذا، كيف تعرف كلمة المرور الخاصة بك اذا نسيتها. ثم نضغط على ابلاي او ابليكي، ننتظر، سوف يعطينا خطأ هنا في السيت. لماذا؟ لأن الواي فاي قد أزيل. نذهب نبحث عن الواي فاي من جديد، تجد أنه بدر التك موجود، الواي فاي القديم تاعي موجود، نضغط على الواي فاي ولكنه غير مشبك. كيف نقوم؟ نضغط عليه ثم نضغط يا إما forget this network أو change password network، ونضغط على الرقم السري الذي وضعته جديد من 1 إلى 0، 1 2 3 4 0، ونضغط على سيف. سوف يشبك مباشرة في الهاتف، من الهاتف إلى التلفاز مباشرة. هذه طريقة سهلة وبسيطة، كذلك أي إعدادات أخرى يمكنك أن تستعملها من الهاتف مباشرة دون الحاجة لحاسوب أو كمبيوتر إذا لم يكن لديك في المنزل. ويرلاس بازيك مثلا، تغير اسم أو دير انفيزيب مثل الفيديو الذي وضعته، كيف تضع فيديو مودم واي فاي خاص بك انفيزيب لكي لا تبعده من القرصنة إلى آخره. هذا كل شيء في تغيير كلمة المرور بالهاتف. في الأخير نطلب منكم الضغط على اللايك والاشتراك والجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.